أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا، كرة روتانا دوت نت من البرنامج الرسمي، وكرة شو على الفيسبوك، وبرنامجنا على اليوتيوب. الأستاذ عبيز سوي والأستاذ حسن عبد القادر هم ضيفا هذه الحلقة. احنا استعرضنا تجهيزات الأهلي اليوم، تجهيزات النصر استعرضناها قبل الأمس. نشاهد بطاقة لمباريات الغد. ضمن مباريات دوري زين السعودي تقام غدا ثلاث مباريات. فعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة يلتقي الأهلي بالنصر، ويستضيف الرائد الفيصلي في مباراة تقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. أما على ملعب الأنصار في المدينة المنورة فيحل القادسية ضيفا على الأنصار. طيب بس نذكر بأن المباريات على القنوات الرياضية السعودية، الأهلي والنصر ستكون على القناة الرياضية الأولى، الرائد والفيصلي ستكون على القناة الرياضية الثانية، الأولى بتعليق جعفر الصليح، المباراة الثانية على القناة الرياضية الثانية بتعليق عبدالله الغامدي، والأنصار والقادسية على القناة الرياضية الثالثة بتعليق محمد غازي. طبعا نذكر أنه كل المباريات تشاهد مجانا على القناة الرياضية.